ست خطوات عملية لأحداث التغيير. تهانينا. أولاً لوصولك للفقرة 18 وهي الفقرة الأخيرة من مشوارنا العلائقي، والتهاني الأكبر إذا قدرتي أنه تلتزمي بإكمال محتوى الموك بكل أجزائه وفقراته. تحقيق التطوير الذاتي بيتطلب دافع للتعلم وقوة قناعة ممكن أنه يخلوك مميزة وأنه يشكله نقطة قوة وتحول أكيد بحياتك. بعد ما استعرضنا قصص التشبيك وتنمية العلاقات الداعمة وذات المعنى، وبعد ما استعرضنا معاني ووسائل المناصرة بوجهها الشخصي والجماعي، ندعيكي لتألفي وتنفسي قصة مناصرة شخصية مستوحاة من أفضل ممارسات المرونة أو الريزيلينس اللي ألفها كريس جونستون بطريقة عملية. رح نكتشف وسيلة الستوري بوردينج أو القصة المصورة بستة أجزاء واللي بيقدمها أيضاً كريس جونستون. رح نتعاون بحفظ الأجزاء الستة للقصة من خلال جملتين: من حيث أنا أنطلق بأمل فاعل لمواجهة التحديات من خلال حقيبة أدوات. نقطة التحول ستتحقق بالتزامي. في القسم التالي رح نجزئ هيدول الجملتين لستة أقسام، مستعينين بحلم دينا بإنشاء وكالة سفر دامجة كمثل تطبيقي. بدعيكي بمشاركتنا بهذا التمرين من خلال استعمال النموذج بالملحق، وممكن إيقاف الفيديو بين القسم والآخر ليكون عندك الوقت الكافي للتفكير والكتابة. وفيكي كمان أنه تستمعي للشرح وبعدين تشاركي بالتمرين مع صديق أو صديقة، على مثال طريقة بناء اتفاقية دعم متبادل اللي قدمناها بالفقرة 16. وممكن تجزئ الجملتين بالطريقة التالية: من حيث أنا قد أكون في نقطة أشعر فيها بالإحباط أو بخيبة الأمل أو تحدي ما. الخطوة الأولى للتغيير تحدث بالوعي لوضعي الحالي والرغبة في التغيير، ومن ثم الأمل بغد أفضل. بطريقة عملية، كيف تعرفين عن التحدي الذي تواجهيه؟ وما هي الخيارات المطروحة؟ قدرتك على التعبير ببوضوح عن التحدي هي عامل أساسي لنجاح المناصرة. مثلاً، أنا أجد صعوبة في تصفح الموقع الإلكتروني وهو لا يحتوي على تعليق أو نصوص أو معلومات حول إمكانية الوصول في المؤسسة، أو أشعر أني غير محترمة ومقدرة عندما يتم إبعادي بسبب غياب إمكانية الوصول. بحالة دينا أشعر بالحزن والخوف من أن تمنعني إعاقتي البصرية من اختبار العالم كما أتمناه، وأشعر أيضاً بالشك، فهل سأتلذذ فعلاً باختبار السفر وأنا لا أرى؟ ممكن أن تستعيني بمخطط العنكبوت، الرابط بتلاقيه بالفقرة 11، للنظر إلى عدد الإمكانيات المتاحة لك. مثلاً بالنسبة لدينا من الإمكانيات المتاحة فرضي الأسوأ أنه ما تتمكن من السفر وأنه تكون الخبرة مخيبة للأمل. الفرضية الأفضل أنه تلاقي طريقة بتمكنها من السفر وأنه تكون خطوة إيجابية لبناء مسار عمل لتحقيق ذاتها. الفرضية اللي قد تحصل على الأرجح تحقيق الخيار الأفضل مع وجود تحديات خارجية وداخلية. أنطلق بأمل فاعل، وهون بعدنا عم نجزئ الجملة اللي ذكرناها سابقاً. من بعد النظر لعدد الإمكانيات، ما هي رغباتك الحقيقية المستعدة لتوظيف كل طاقاتك وإمكانياتك لترجيح حصولها؟ وهون ندخل بالخطوة الثانية للمناصرة، وهي التعريف بالحل اللي بدك تخلقيه أو التوصل إليه. فكيف ممكن أن تلعبي دور فاعل بخلق هالحل؟ ممكن أن تستعيني بالجملة اللي توصلتي لها بتمرين وجود المعنى والهدف من خلال نقاط القوة. مثلاً، سوف أستثمر قوة المثابرة لدي وشغفي للتعلم وموهبتي في تنظيم أفكاري بطريقة واضحة ومتماسكة لتصميم خطة عمل تطبيقية بتسمح بتنظيم رحلات سفر دامجة بتكون فيها الاستفادة متبادلة بين جميع المسافرين. منتابع بتقسيم الجملة الأولى لمواجهة التحديات. كل رحلة تغيير فيها تحديات، خصوصاً إذا كان موضوعها المناصرة. من أهم التحديات التعب النفسي أو حتى الضغوطات من المحيط، مثلاً الأصوات المشككة، أنت امرأة وعندك إعاقة، بدك تديري شركة؟ أو مش أحسنك أنه تركزي على إيجاد شريك حياتك؟ أو حتى شك دينا بنفسها، أنا ما عندي خبرة بتنظيم السفرات أو بإدارة الشركات. من المهم أنه تلتفت دينا للنقطة الرابعة من التمرين، وهي من خلال حقيبة أدوات. وهون منعود لحقيبة أدوات الـ SSRI
اللي قدمناها بالفقرة رقم 3 ونطبقها على حالة دينا. الاستراتيجيات. قبل ما تقوم دينا بتأسيس وكالتها السياحية الخاصة، حبت إنه تختبر السفر بنفسها لبناء الخبرات المساعدة ولتوضيح شو بتتمنى بالفعل. وكانت هاي أولى الاستراتيجيات اللي استخدمتها دينا، واحتاجت إلى تطبيق بعض استراتيجيات المناصرة الذاتية، ومنها التعبير عن حاجاتها لما بيلزم الأمر، تكلم مع مدير الوكالة السياحية. سر النجاح هون هو التحضير المسبق من خلال التمرين على رسالة اللي بدك تشاركيها. تعبير عن شكوى بطريقة خطية، فأغلبية المؤسسات بتقدم لزبائنها وسيلة لتقديم الشكاوى. الملاحقة إذا لزم الأمر خطية مع تحديد المراجع، مثلاً تاريخ الشكوى، الموضوع، لمين أرسلت. نقاط القوة أو السترينجز، عرضنا قسم منها سابقاً. مصادر دعم أو ريسورسز. بهيك مبادرة كانت دينا بحاجة للدعم المعنوي وأيضاً لاستشارة معارف بتوثق فيهم وعندهم الكفاءة اللازمة بموضوع تنظيم رحلات السفر والدمج. وكمان اتصلت دينا بجمعية سمحت لها أنه تتعرف على القوانين والمعاهدات الدولية اللي بتخص حقوق ذوي الإعاقة، ووضعتها على صلة مع مؤسسات أخرى متخصصة بالتدريب المهني. وبتبقى النقطة الأخيرة من حقيبة الـ SSRI وهي الحكمة أو الـ Insight، وربما من العبر الممكن استخلاصها من قصة دينا أو بأي قصة مناصرة، أنه المثابرة وطول البال ضروريين للوصول إلى الهدف، وأنه إيد واحدة ما بتزقف، أي ضرورة إيجاد دعم لتحقيق الأهداف الطموحة. نقطة التحول قد تقلب المعادلة، وهون بعدنا عم نقسم الجملة اللي انطلقنا منها. هي حدث سلبي أو إيجابي، قد يكون غير متوقع ولكن له أثر على مجريات الأمور. مثلاً بعد عدة خبرات سفر، نظمت دينا السفرة الدامجة الأولى اللي لاقت إقبال ونجاح ملفت للنظر، لدرجة إنه شبكة التلفزيون قامت بتقديم حلقة وثائقية عن المبادرة. شجعت دينا المسافرين المكفوفين على استعمال العصات الخاصة بهم حتى ما تكون مصدر خجل، بل أداة تساعدهم على التنقل باستقلالية أكبر وإنه يشرحوا للآخرين أهميتها. لتأكيد الاستقلالية، لفتت نظرهم بأن المساعدين اللي بيرافقوهم ما إلهم حق الإجابة عنهم أو التقرير عنهم لما بيتم التواصل معهم، لأنه بعض المرافقين قد يتعدوا حدود مهمة المرافقة من خلال فرض آرائهم بطريقة غير لائقة. ستحقق بالتزامي للسبعة الأيام التالية بعد استعراض القصة المصورة في جميع أقسامها، ما هي الأمور التي تعهدت لنفسي أن أقوم بها من أجل حصول أملي الفاعل؟ مثلاً دينا قامت بالبحوث اللازمة عن نماذج سفر دامج لتستوحي منها، وكمان سجلت لأكمال موك عن الديزاين ثينكينج أو التفكير التصميمي، واللي هي طريقة تسمح بابتكار حلول جديدة بطريقة جماعية. رحلتنا على مستوى الشخصي والجماعي شارفت على نهايتها. شاركنا بعدة أفكار وأحلام، وطرحنا عليك عدة تحديات، واقترحنا عدة أدوات عملية حتى يكون عندك نظرة شمولية للواقع اللي عم تعيشي فيه. عالمك الداخلي بالدرجة الأولى هو المدماك الأساسي وحجر الزاوية لتنطلق إلى العالم بشغف وتصميم وإرادة بأنك بتستحق أنك تعيشي حياة على مستوى طموحاتك وأحلامك، خاصة عندما تتخطي كل المعتقدات يلي بتحد من إيمانك بذاتك وبقدراتك. وعالمك الخارجي مع كل العقبات والتحديات يلي بيوضع المجتمع بوجهك وبيمنعك انك تعيشي بكرامة ومساواة مع باقي المواطنين. تذكر انه ما حدا بيعطيك حقوقك الا اذا طلبت فيها. الحرية تؤخذ ولا تعطى على طبق من فضة. مجتمعنا ما زال بحاجة لمسيرة كبيرة كي يحترم حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة على مختلف تنوعهم ويعطيهم فرصة متساوية تيكونوا مواطنين فاعلين قادرين يساهموا بتطوير مجتمعهم. من هون دعوتي لك انك ما تترددي باخذ زمام الامور ولتكوني مبادره بتغيير نوعيه حياتك نحو الافضل بالدرجه الاولى، وبنفس الوقت تكوني سفيره التغيير وامل فاعل ببيئتك الصغيره والكبيره. هون وهلا بتبلش مسيره التغيير. بتمنى لك كل التوفيق بمسيرتك نحو حياه مثمره ونحو تحقيق ذاتك. وكلمه الختام لصديقتنا ساره ودينا وامل يلي ابتكروا شعارات جديده بعكس شعارات البدايه اللي بلشوا فيها، واللي بلاقوا فيها تحفيز لإكمال مسيرة حياتهم بتشبههم وبيفتخروا فيها. بتقول سارة: أنا مبتكرة حياتي ومسؤولة عنها، مهما كانت نقطة الانطلاق، الأهم نقطة التحول والمعنى اللي عاطيه لحياتي. بتقول دينا: التعلم والمثابرة والانفتاح على الآخرين من خلال مشاركة الاهتمام مفاتيح لتحقيق الأحلام.
أما أمل بتقول نحن النساء ذوات الإعاقة يمكننا أن نكون مستشارين وأخصائيين لتحقيق مجتمع يجد فيه كل إنسان نفسه مع احترام هويته المميزة. دمتوا بأمل وتحدي ومثابرة لتدوم سعادتكم ونجاحكم.